بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في فيديو جديد خاص بالمضاعفات والقواسم من كتاب الجديد للمستوى السادس. إذا شغل القناة دائما أنجز ثم صحح. إذا نبدأ بالتمرين رقم 1. إذا من خلال هذه التمارين غنعرفوا كيفاش نحصلوا على المضاعفات وكيفاش نحصلوا على القواسم، لأننا أكتشف وأتمرن. إذا باعتبار التربيعة واحدة لقياس الطول، ألاحظ المستطيلين، فكل مستطيل مكون من 72 تربيعة، يعني هذا اللي حسبناه غنلقاو 72 وهذا 72. أرسم مستطيلا آخر يختلف عن هذين المستطيلين ويكون عدد تربيعته 72، وأحدد الطول والعرض وأقارن مستطيلي مع مستطيلات زملائي. إذا ألاحظوا 72 هي 8 ضرب 9 هو اللي رسمنا بهذا المستطيل، و 72 مضاعف ل 8 و 9، 8 قاتم ل 72 و 9 قاتم ل 8. إذا ماذا نفهم من كل هذا؟ لاحظوا، بما أن 8 ضرب 9 تساوي 72، إذا نقول أن 72 مضاعف ل 8 ومضاعف ل 9، وفي نفس الوقت نقول أن 8 قاسم ل 72 و 9 قاسم ل 72. إذا ماذا نستنتج؟ باش نلقاو القواسم بواسطة جدول الضرب. مثلا بغينا قواسم 12، غتبحثوا على الجداءات اللي في جدول الضرب اللي كيعطوني 12. بحال 6 ضرب 2 كتعطيني 12، بحال 3 ضرب 4 حتى هي كتعطيني 12، بحال 12 ضرب 1 كتعطيني 12. إذا قواسم 12 هي 6 و2 و3 و4 و12 و1. أما المضاعفات، المضاعفات بهذا الشكل هذا، كنديروا جدول الضرب ديال العدد. بغينا مضاعفات 8، غنديروا 8 في 0 0، 8 في 1 8، 8 في 2 16، 8 في 3 24، 8 في 4 32، 8 في 5 40، وهكذا. يعني جدول الضرب هو باش تلقى المضاعفات. أو تبقى تزيد بال 8، يعني 8 زيد عليها 8 16، زيد 8 24، زيد 8 32، زيد 8 40، وهكذا. جيد، نعود الآن إلى السؤال ديالنا. إذا السؤال هنا هو: أرسم مستطيلا آخر يختلف عن هذين المستطيلين ويكون عدد تربيعاته 72. إذا هنايا هما عطاونا هنا في هذا 8 وهنا في 9، يعني ملي نديرو 8 في 9 تعطيني 72 مربع. هنا 12 في 6، إذا 12 في 6 تعطيني 72 مربع. حنا دابا غنبحثو على عدد آخر في هذا، في عدد آخر يعطيني 72 باش نرسمو به مستطيل. إذا شنو يمكن ندير؟ يمكن لي نرسم واحد المستطيل مثلا، مثلا هنا غندير فيه 36 مربع وهنا غندير 2. لاحظتوا؟ إذا هنا مغتبقاني 36، إذا جوج في 36 هي 72، ها هو مستطيل فيه 72 مربع. مثلا نقدر، مثلا كاين شي عدد آخر، مثلا 18، نقدر ندير مثلا هنايا 18 المربع، وهنايا 4، 4 في 18 72. إذا ها هو مستطيل، ها هو مستطيل. إذا هنا لقينا مثلا جوج، وقارن مستطيلي مع مستطيلات زملائي. إذا كل واحد غيلقى مستطيل في شكل، علاش؟ حيت كل واحد لقى جداء مختلف ديال 72. أنت لقيتي جوج في 36 هي 72، الآخر لقى 4 في 18 هي 72. يعني كل واحد أشنو ألقى؟ كاين مثلا، مثلا واحد آخر غيلقى مثلا هنا 3 3، وهنايا غيلقى مثلا 24، 24 في 3 هي 24، في 3 هي 72. إذا لاحظتوا كل تلميذ غيلقى مستطيل بشكل، يقدروا جوج يلقاو بحال بحال، ماشي مشكل. إذا كما قلنا 72 من مضاعفات 98 و 98 من قواسم 72. إذا نمر إلى التمرين رقم 2. استعينوا بالمحسبة لإيجاد المضاعفات العشرة الأولى لعدد 24. إذا لو غادي مضاعفات 24، إذا تمرين 2 مضاعفات 24. إذا كما قلنا في جدول الضرب، 24 في 0، 24 في 1، 24 في 2، 24 في 3، 24 في 4،
24 في 5، 24 في 6، 24 في 7، 24 في 8. إذن 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. فاش ضربنا آخر عدد في 8، ضربوا دابا في 9، 180 و 36 216. إذن هما 10 المضاعفات. ثم نمر إلى التمرين رقم 3. إذا كما قلنا، إما تقدر جدول الضرب في 0 في 1 في 2 في 3، أو تقدر في 24. 0 ضيف على 24 24، ضيف 24 هي 48، ضيف 24 هي 72، وهكذا. الأحسن جدول الضرب. ثم التمرين رقم 3، وحدد المضاعف المشترك الأصغر للعددين 8 و 9. إذا غنديرو مضاعفات 8 ومضاعفات 9 ونشوفو شكون هو المضاعف المشترك. إذا 3، إذا غنديرو مضاعفات 8، إذا 0، 8، 16، 24، 32. ديما في 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، مثلا في 10، نديرو ديال 9 دابا. إذا في 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. إذن 72 هو المضاعف المشترك الأصغر للعددين 8 و 9. كاين هنايا وهنايا 72 72. نمر إلى التمرين رقم 4، وحسب هنا واخا كاين المضاعفات ديال 8 و 9، أنا اضطريت ندير نعاودهم باش نفهموا كيفاش نلقاوهم. 4، أحسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 24 و 30. إذا لائحة القواسم لكل عدد 24. باش عرفنا هادو هما القواسم 24، قلنا سابقا بجدول الضرب، 1 في 24 كتعطيني 24، 2 في 12 كتعطيني 24، 3 في 8 تعطيني 24، 4 في 6 تعطيني 24، نفس الشيء للثلاثون. إذا أشنا هي القاسم المشترك الأكبر للعددين؟ هو 6 و 6، هو القاسم المشترك هو الكبير اللي عندهم بجوج، حيت هادو هما القواسم المشتركة، 1، 1، 2، 2، 3، 3، 6، 6، ولكن الأكبر هو 6، إذا القاسم المشترك الأكبر هو 6. 5، أنقل على دفتري وأكمل ثم أكتب قواسم العدد 72. إذا 72 هي 1 في 72، إذا هذا قاسم ل 72 وهذا قاسم ل 72، يعني كيتقسم عليه. هنا 4 في 18، يعني باش عرفنا 18 كنديرو 72 مقسومة على 4 كتعطيني 18. قسمة 72 هي 2 في 36، 72 هي 6 في 12، 72 هي 3، نقسمو 72 على 3 تعطينا هي 24، و 72 على 8 هي 9، 9 في 8 72. إذا هادو هما القواسم ديال 72، كاين 1، 72، 2، 36، 3، 24، 9، 8 إلى آخره. تمرين 6، وحدد المضاعف المشترك الأصغر للعددين 9 و 12. إذا بغينا المضاعف المشترك الأصغر للعددين 9 و 12، أشنو غنديرو؟ غنديرو مضاعفات 12 ومضاعفات 9 ونقلبو على المشترك. مضاعفات 12 هما دارولنا هما 12، 24، 36، كيبقاو يزيدو ب 12 ولا كيديرو جدول الضرب في 1، في 2، في 3، في 4 إلى آخره. نفس الشيء 9، في 1، في 2، في 3، في 4، في 5. وذكر فقط أن الصفر هو مضاعف لجميع الأعداد، لأن أي عدد ضربتيه في صفر يعطيك صفر. إذا المضاعف المشترك الأصغر لاحظوا هو 6 و 30، هو المضاعف المشترك الأصغر. 7، je calcule le plus grand diviseur commun des nombres 160 et 200 et des nombres 14 et 22, 30 et 55, etc. Donc, maintenant, je calcule le plus grand diviseur commun. Commun, il y a Moucharak. Moucharak, bien sûr, qui est un nombre de l'addition. Donc, on va calculer le Qasim. Diviseur, c'est Qasim. Et multiple, c'est le Moudaaf. On va calculer le Qasim, le Moucharak. C'est 160
او 200 ومن بعد هادو. اذا باش نلقاوهم نديرو قواسم 160 قواسم 120 وغنشوفو شكون هو القاسم المشترك الاكبر. اذا قواسم 160 مثلا هي 1 ضرب هنا. غنرجعو هنايا هنا غنرجعو للقاعده ديال قابليه القسمه. شنو هي القاعده ديال قابليه القسمه؟ العدد كيكون قابل للقسم على 2 الا كان رقم وحدته من مضاعفات 2، اذا كيتقسم على 2. على 3 خصني نجمع 1 زائد 6 7 زائد 0، اذا المجموع هو 7 الارقام. هذه القاعده ديال 3 اش كتقول؟ كتقول خاصك تجمع الارقام الا سطيهم من مضاعفات 3 راه العدد من مضاعفات 3. بحال هذا دابا 1 زائد 2 3، 3 زائد 0 3، اذا المجموع ديال هذه الارقام هو 3. 3 كاين جدول الضرب ديال 3، اذا من قواسم 3 واحد من طبيعه الحال ديما كاين. بهذه الطريقه كنكملوا. بالنسبه لأربعة متى يكون العدد من المضاعفات 4؟ كنشوفوا غير الوحدات والعشرات، يعني هذا كنقراوه 20 20 واش كاين في جدول الضرب ديال 4؟ نعم. اذا 120 من مضاعفات 4. 60 واش كاين في جدول الضرب ديال 4؟ كاين. اذا 160 من مضاعفات 4. اذا قلنا 3 لا 4 كاين، هنا 4 كاين. ثم بالنسبه لي 5، 5 امتى كيكون العدد من مضاعفات 5؟ الا كان رقم الوحدات فيه صفر ولا 5. يعني هذه قاعده خصكم تحفظوها، راه عندكم في الدرس خاصها تحفظ. اذا بالنسبه ل 5 خاص رقم الوحدات يكون من يكون اما صفر واما 5. هذا عدو صفر يعني كاينه 5، هذا عدو صفر يعني كاينه 5. بالنسبه ل 6، 6 خاص العدد هذا خاص يكون من مضاعفات 2 و 3 في ان واحد. بحال هذا دابا مضاعف ديال 2 ولكن ماشي مضاعف ديال 3، اذا ما يمكنش يكون ديال 6. هذا مضاعف ديال 2 لان عنده هنايا رقم الوحدات 0، اذا كاينه 2. اذا هذا مضاعف ديال 2 ومضاعف ديال 3، اذا اكيد غيكون مضاعف ديال 6. هذه القاعده ديال 6. 7 ما عندوش كنديرو قسمه. 8 نفس الشيء ما عندوش قاعده كنديرو قسمه، اذا هذا كيتقسم على 8. هذا تا هو هذا ما يتقسمش على 8. عفوا نشوفو نجربو اللي يتقسم على 8، يتقسم على 8 نجربو. اذا 12 في 1 باقي 4، اي نعم يتقسم ب 15، اذا يتقسم على 8. ثم 9، 9 القاعده ديالها اش كتقول؟ خاصني نجمع الارقام ويكونوا في جدول الضرب ديال 9. اذا انا جمعت الارقام عندي 7 ما كاينش في جدول الضرب ديال 9، انا جمعت الارقام 3 ما كاينش في جدول الضرب ديال 9، اذا 9 ما كايناش. 10 امتى كيكون العدد من مضاعفات 10؟ إلا كان رقم الوحدات فيه صفر، إذا هذا كاين صفر، إذا كاين 10، هذا فيه صفر كاين 10. دابا ملي كنديرو هاد الأولين بالقاعدة كنجي واحد فاش غنضربو يعطيني 160، إذا واحد في 160، إذا تا 160 راه قاسم. جوج فاش غنضربها تعطيني 160، 80، إلا معرفتيش كدير 160 مقسمة على جوج كتعطيك قسمة 80. ربعة فاش غنضربها في 40، خمسة فاش غنضربها في 5 غنضربها فاش؟ 32. 8 غنضربها في 20 و10 غنضربها في 16. غنجيو لهذا نفس الشيء، واحد فاش غنضربها تعطيني 120، 120. جوج في 60، 3 في 40، 4 في 30، 5 في 24، 6 في 20، 8 في 15 هي اللي لقيناها، و10 في 12. اذا شنو هو المضاعف المشترك القاسم المشترك الاكبر؟ اذا شنو هو القاسم المشترك الاكبر اللي كاين بيناتهم؟ اذا كاين واحد واحد، ولكن ندوروا بعد على القواسم المشتركه. كاين واحد واحد، كاين جوج جوج، 4 4، 5 5، 8 كاين 8 8، 10 10، 16 انا ما كايناش، 20 كاينه، 24 انا ما كايناش، 30 انا ما كايناش، 40 كاينه، 60 انا ما كايناش، 120 انا ما كايناش. اذا 40 هو القاسم المشترك، 40 هو القاسم المشترك
الأكبر هو أكبر مش قاسم مشترك كاين فيهم بجوج. إذا غنجيو دابا نديرو نفس الطريقة لبقية الأعداد 14 و 22. إذا 14 و 22 إذا نقاسم 14 كاين 1 ضرب 14 وكاين 2 ضرب 7. هنا كاين 1 ضرب 22 وكاين 11 ضرب 2. إذا القاسم المشترك الأكبر هو 2. غنجيو 20 و 38. إذا 20 كاين 21 كاين 2 في 10 كاين 4 في 5. بالنسبة ل 38 كاين 1 في 38 كاين 2 في 19. إذا أكبر قاسم مشترك هو 2. غنجيو 36 و 45. واحد 36 كاين 1. دابا نوليو نكتبو شوية بالترتيب تاع الطريقة هادي. كاين 1 1 في 36 كاين 2. غتقول لي باش عرفتي 2 كاينة، نقولك هنايا 6 رقم الوحدات من مضاعفات 2. القاعدة ديال 2 هي هادي. إذا 2 فاش في 18. 3 كنجمع الأرقام 6 و 3 9 كاينة في الجدول الضرب ديال 3. إذا 3 في 12. 4 كاينة في الجدول الضرب ديال 36. إذا 4 فاش 4 في 9. وكاين من طبيعة الحال 6 في 6، مبقاش لي كنكتبها في الوسط. من طبيعة الحال 9 في 4 راه درناها. بالنسبة ل 45 كاين 1 في 45 وكاين 2، ميمكنش لأن هذا 5. 3 4 زائد 5 9، إذا كاينة 3 لأن مجموع الأرقام 9 كاين جدول الضرب ديال 3. إذا 3 3 في 15. 4 لا 5 كاينة، 5 في 9. هادشي اللي كاين. إذا فين هو المضاعف القاسم المشترك الأكبر؟ هو أعتقد هو 9. 9 هو الكبير، هو اللي كاين هنا وهنا هو الكبير فيهم. غنجيو 30 و 55. إذا 30 كاين 31، 1 في 30 كاين 2 في 15 كاين 3 في 10 كاين 5 في 6. بالنسبة ل 55 كاين 1 في 55 2 ما كايناش، 3 لا 4 لا 5 كاينة، 5 في 11. هادشي اللي كاين. دونك القاسم المشترك الأكبر هو 5. بالنسبة ل 26 و 34، 26 كاين 26 نبداو بواحد، 1 في 26 كاين 2 في 13. هادشي اللي كاين. هنا كاين 1 في 34 وكاين 2 في 17. هادشي اللي كاين. إذا القاسم المشترك الأكبر هو 2. بالنسبة ل 45 و 100، إذا 45 كاين 1 و 45 جوج لا 3 كاينة لأن المجموع هو 9. إذا 3 في 15 45 درنا نقول 1 و 3 و 5 و 9 و 15 بلا ما نعاودوهم. هاي 45 كنا درنا قبيلة. 100 كاين 1 و 100 كاين 2 و 50 2 في 50 100. 3 لا 4 في 25 5 في 20 اوكي صافي. اذا هادو هما اللي كاينين. دونك القاسم المشترك الاكبر هو فين هو 1. هنا نقصنا 5 5 في 9 من 5 في 9 45. اذا كاين هو 5، اعتقد هو 5 لان 9 ما كاينش في 100. 15 ما كاينش في 100. 5 اذا هو 5. إذا 5 هو القاسم المشترك. بالنسبة ل10 و24، إذا 10 كاين 1 و10 وكاين 2 و5. بالنسبة ل24 كاين 1 و24 كاين 2 و12 كاين 3 و8 ك
كاربعة وستة. إذا أكبر قاسم هو اثنان. بالنسبة لستاش وثمانين، ستاش كاين واحد وستاش، كاين جوج وثمانية، وكاين ربعة في ربعة هي ربعة. هنا كاين واحد وثمانين، كاين جوج وأربعين، كاين ربعة وعشرة، كاين خمسة وستاش، تسعة مكينات من عشرة، صافي كاين تمنية في عشرة. واحد في ثمانين، جوج في أربعين، أنا أربعة في عشرين، صافي تمنية في عشرة. إذا كاين هو ستاش، هو أكبر قاسم مشترك، هو ستة عشر. Donc le plus grand diviseur commun de 160 et 200, شحال لقينا قبيله بين هذا 160 et 200 هو 5. داكشي اللي لقينا قبيله نيت، لان داروا قواسم ديال 160، قواسم ديال 200، او كاينه طريقه اخرى هي التفكيك. بحال دابا 160 نفكوها، هي مثلا 10 في 16، هاد 10 هي 2 في 5، و 16 هي 4 في 4، ربعة تانية جوج جوج ربعة. ولكن هذه طريقة شوية طويلة، من الأحسن ديروا الطريقة العادية ديال القواسم فقط، تحطوا القواسم بشكل عادي. إذا إلى هنا انتهت التمارين صفحة 26. لا تنسوا الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.